سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. النهاردة أحب أكلمكم على خواطر حول المعمودية المسيحية. هل هي مجرد رمز، مجرد إعلان، أم هي وسيلة للخلاص؟ في مدرستين، مدرسة بتقول إن المعمودية مجرد إعلان عن الخلاص، ده مجرد بعد ما بتؤمن وبتنال الخلاص، مجرد بتعلن عن هذا الإيمان بالمعمودية. وفي ناس تانية بتقول لأ، من غير معمودية تهلك، المعمودية هي أساسية للخلاص، وبيعتمدوا على كلام يسوع لما قال من آمن واعتمد خلص. فهل في وسيلة لحل هذا الصراع ونحاول نوصل فعلا الكتاب المقدس عايز يقول ايه او عايز يعلمنا ايه؟ فاحنا بنسأل في الحلقة دي الروح القدس ان يقود هذه الحلقة عشان نفهم ويزول اي غموض وتختفي الصراعات باسم يسوع. الاصل في المعمودية في العهد الجديد هو المعمودية التي جاء بها يسوع، معمودية الروح الناري، معمودية الروح القدس مش المية. يوحنا المعمدان لما جاء اتكلم على الرب يسوع قال انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني، الذي لست اهلا ان احمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. ما قالش هو هيعمدكم بالمية، قال هو هيعمدكم بالروح القدس ونار. لوقا في اعمال الرسل ذكر في اعمال الرسل واحد قول يسوع لما كان مجتمع معاهم، اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ان ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني، لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. فيسوع ما قال لهمش انتوا تتعمدوا بالميه، قال لهم انتوا تتعمدوا بالروح القدس. نفس الكلام شهد به بطرس لما قال فلما ابتدا اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءه، فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. يسوع المسيح اليهوى الظاهر في الجسد كان معموديته بالاساس هي معمودية الروح القدس، وليس مثل معمودية يوحنا التي هي معمودية الماء. معمودية الروح القدس هي الاساس، هي التي تلزم للخلاص الابدي، وهذه المعمودية لا تتم بطقس وليس لها علاقة بمعمودية الماء، وإنما تتم بطلب معمودية الروح القدس من الآب الذي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هي المسحة، هي الختم الناري الذي يسكبه الروح القدس في القلب، زي ما يوحنا الحبيب قال وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، وهي مسحة روحية وليست مسحة زيت. معمودية الماء بقى إيه دورها؟ معمودية الماء دي مارسها تلاميذ يوحنا، مارسها يوحنا المعمدان، ثم مارسها يسوع وتلاميذه فيما بعد. يسوع نفسه لم يعمد بحسب كلام الانجيل، ولكن تلاميذه هم كانوا يعمدوا معه، فكانت امتداد، نوع من الامتداد وتطوير لمعنى معمودية يوحنا. فما أهمية معمودية المية؟ أهمية معمودية المية بحسب الكتاب المقدس مذكورة في نقطتين كبار جدا. أول حاجة مهمة عشان عضوية الكنيسة، وتاني حاجة مهمة لحماية الشخص المعتمد يتم حمايته باسم يسوع من شر العالم. معمودية المية ملهاش علاقة بالعالم الآخر أو بالخلاص الأبدي أو بالخلاص ما بعد هذا العالم، ليها علاقة بالخلاص من شر هذا العالم. أول حاجة هي العضوية. المعمودية هي عضوية في الكنيسة، زي عضوية الختان في العهد القديم. الختان في العهد القديم كان لازم كل ذكر يختتن بعد ما يتولد، كان علامة ورمز لعضويته في شعب ربنا أو شعب يهوى، زي كارنيه عضوية نادي الشرطة مثلا. مش كل عضو في نادي الشرطة ممكن يكون شرطي، يعني ممكن واحد يبقى عنده عضوية في نادي الشرطة وهو ابن واحد ضابط بوليس. العضوية دي ملهاش دعوة بان انت تكون نفسك شرطي. نفس الكلام عضوية الكنيسة لا تعني بالضرورة انك تكون مؤمن، ممكن شخص يكون منضم لعضوية الكنيسة حتى يؤمن، زي الاطفال اعضاء في الكنيسة حتى يؤمنوا، عضويتهم في الكنيسة ملهاش علاقة خالص بالخلاص الابدي بتاعهم. عشان كده كل الاطفال في العهد القديم اللي اختتنوا لم يلزم ايمانهم ولا كان ختانهم سبب خلاصهم. الشعب اليهودي لما اختتن ما كانش ختانه ضمان لدخوله ارض الموعد، بالعكس الجيل كله اللي كان مختون اللي طلع من ارض مصر لم يدخل ولا واحد منهم ارض الموعد الا كالب ويشوع. تاني نقطة في معمودية المية انها عبارة عن صلاة حماية، قبول حماية من خلال عضوية الكنيسة. معمودية المية
طلب صلاه عشان نفرز نفسنا عن الشر اللي في العالم، حمايه من المرض، حمايه من الضيق، حمايه من المشاكل، حمايه من الحروب الشيطانيه، بنال حمايه خاصه نتيجه ان انا عضو في هذا المجموعه. ميه الطوفان، نوح دخل في الفلك وميه الطوفان عزلته عن الشر اللي في العالم. الطوفان غرق العالم كله وغرق الشر اللي في العالم كله، ولكن حفظ نوح في السفينه بتاعته. مش معنى كده ان كل اللي كانوا جوه سفينه نوح كانوا مؤمنين بربنا، بالعكس، هو نوح هو الذي قيل عنه انه كان رجل بار ومؤمن، لكن اولاد نوح مثلا كان منهم حام، شخصيه كانت شريره طبقا لسفر تكوين. نفس الفكره في ميه البحر الاحمر لما عزلت بني اسرائيل. بني اسرائيل في يوم الفصح عبروا البحر الاحمر، فعزلهم البحر الاحمر عن فرعون وجنوده، عدوا فيها وبعد كده الميه قفلت، عزلت كل شر فرعون وشر جنود فرعون عن شعب الرب. مش كل اللي عبروا البحر الاحمر برضو من شعب بني اسرائيل نالوا خلاص، بالعكس كلهم هلكوا اللي عبروا البحر الاحمر الا يشوع وكالب، هما الاثنين اللي عبروا البحر الاحمر وهما الاثنين اللي عبروا تاني نهر الاردن ودخلوا ارض الموات. فالميه نفسها ما كانتش مصدر للبركه، ولا كان ليها اي نوع من التميز الخاص، ولا كانت ميه مقدسه، كانت مجرد وسيله للحمايه والعزل. لم يكن يضاف ليها ساعتها زيت ميرون، لان الميه اللي استعملتها الكنيسه الاولى في المعموديه كانت ميه جاريه، ميه الانهار، وميه الانهار ما ينفعش تصب فيها زيت. فكل الطقوس اللي احنا بنعملها دلوقتي دي عباره عن تطورات تاريخيه ملهاش دعوه بالمعموديه الميه المذكوره في الكتاب المقدس. فعل الغطس في حد ذاته كان مجرد فعل انساني بيصاحبه تغيير ذهني جوه القلب بالصلاه، بسال فيها ربنا بضمير صالح ان هو يعزلني عن الشر، او يعزل الشخص اللي بعمده عن الشر لو كان طفل صغير. المعموديه عباره عن صلاه بطلب فيها بضمير صالح بشفاعه يسوع وقيامته ان انا اخد هذا الشخص اللي بيتعمد واعزله عن الشر، احطه في حمايه الفلك. طب ايه حكايه قصه نيقوديموس اللي بيستعملها البعض عشان يثبت ان الميه والروح القدس الاثنين بيلتحموا في بعض في المعموديه؟ بيقول ان في معموديه واحده اللي بنتكلم عليها. بالفعل المسيحيه لا تؤمن الا بمعموديه واحده، هي معموديه الروح القدس. نقرا قصه نيقوديموس عشان يمكن نفهم. النص بيبتدي من يوحنا الاصحاح الثاني عدد 13، بيقول: وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. فالقصة كلها السياق بتاعها بيدور في وقت الفصح اليهودي، وبعد كده ندخل على الفصل الثالث قصة نيقوديموس. فقصة نيقوديموس حصلت في سياق عيد الفصح، أو كانوا بيتذكروا فيه عبور شعب بني إسرائيل البحر الأحمر. نيقوديموس عدى على يسوع بالليل، زاره سيارة مستخبية كده بالليل، وبعد كده سأله بيقول له: الأعمال اللي بتعملها دي ما يعملهاش إلا حد من ربنا. فرد عليه يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الاله. فبيقول مفيش حد يقدر يدخل الملكوت اللي انا بعلنه دلوقتي الا اذا كان يولد من فوق. ونيقوديموس سال: كيف يمكن للانسان ان يولد وهو شيخ؟ فيسوع رد عليه قال له: الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الاله. المولود من الجسد جسد هو، مولود من الروح روح هو. طب ليه ما قالش الماء والروح؟ ليه ما كررش الماء ميه غير مره واحده بس، وبعد كده رجع قال المولود من الروح ما هو روح؟ هكذا كل من ولد من الروح. اجاب نيقوديموس وقال: كيف يمكن ان يكون هذا؟ اجاب يسوع: انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا؟ يعني انت المفروض انك واحد من معلمي اسرائيل الكبار، انت راجل رباي، راجل شيخ اسرائيلي كبير، ازاي مش عارف الكلام ده؟ ده برضو من ضمن الحاجات الغريبه في النص، يعني ازاي ربنا يساله على انه اذا كان فاهم الكلام ولا لا، وهو بيتكلم على المفروض على معموديه مسيحيه. يعني الطقس المعموديه دي نيقوديموس ما كانش يعرف عنه اي حاجه، يعني اكيد حاجه اللي هو بيتكلم عليها يسوع دي ليها علاقه بالعهد القديم، ليها علاقه بمفهوم من مفاهيم العهد القديم، ليها علاقه بالسياق اللي اتذكر في يوحنا 2 اللي قلت عليه انه كان بيتكلم في موسم الفصح، والفصح ده هو عبور شعب بني اسرائيل البحر الاحمر، هو ميلاد شعب بني اسرائيل بالميه في عبور البحر الاحمر، ولدوا من جديد. وده كلام زي اللي قاله اشعياء ان امه تولد من جديد. الفصح هو احتفال بميلاد الامه اليهوديه. فيسوع كان بيقول لنيقوديموس ما ينفعش واحد يهودي يخلص الا لما يتولد من الماء
يتولد معها كمان من الروح. عشان كده لما رجع كمل الكلام بتاعه قال المولود من الروح وروح، وهكذا كل من ولد من الروح. هو بيتكلم بيضيف حتة زيادة عن التقليد اليهودي. التقليد اليهودي ان الشعب اليهودي خلص بالميلاد من الماء، فهو بيكمل يسوع بيقول ولكن لا احد من اليهود سيخلص الا بالميلاد من الماء ومن الروح. خلص بالماء في عهد موسى وسيخلص بالروح في عهد المسيح يسوع، لان يسوع لم يأتي بمعمودية الماء ولكنه اتى بمعمودية الروح القدس. معمودية الروح كانت من السماء، عشان كده بتهب خلاص الابدي. معمودية المية كانت من الارض، كان هدفها الحماية من الشر في الارض. المعموديتين ممكن يتموا في نفس الوقت ولكن معناهم مختلف. التلازم الوقتي حصل وقت معمودية يسوع. يسوع تعمد بالمية على ايد يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان ما عمدوش بالروح القدس، ولكن في نفس اللحظة التي خرج فيها من الماء الاب من السماء عمد يسوع بالروح القدس وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. التلازم بين الاثنين مش معناه ان المية نزل عليها الروح القدس. الروح القدس لم ينزل على المية، نزل على يسوع شخصيا. معمودية الروح احيانا بتسبق معمودية المية، يعني زي ما كرنيليوس قائد الماء تعمد بالروح القدس، اهل السامرة تعمدوا بالمية ولم ينالوا موهبة معمودية الروح القدس الا لما جه يوحنا وبطرس وعمدوه. الرسل او التلاميذ ال 12 ليسوع عمرهم ما تعمدوا بالمية، ما ذكرش الكتاب ان هم تعمدوا بالمية خالص، لكن اتعمدوا. المعمودية الوحيدة اللي اتعمدوها وذكرها الكتاب صراحة هي معمودية الروح القدس. فهل هلك تلاميذ يسوع لانهم لم يتعمدوا بالمية؟ اللص اليمين اعلن ان يسوع رب بالروح القدس، فهو تعمد بمعمودية الروح القدس، لانه لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع المسيح رب الا بالروح القدس. واللص اليمين على الصليب قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فهو اعلن ربوبية يسوع وبالتالي هو تعمد بالروح القدس ولكن لم يتعمد بالمية، ومع ذلك نال الخلاص. موضوع معمودية الأطفال ما فيش مشكلة منه خالص. الطفل الذي يعتمد بالماء يطلب له أبواه بيصلوا له بضمير صالح قدام ربنا إن ربنا يحميه جوه الكنيسة بتاعته حتى يكبر هذا الطفل ويقبل المسيح بالقلب فيعتمد بالروح القدس الناري من خلال إيمانه وينال الخلاص الأبدي. لكن معمودية المية ملهاش أي لازمة للخلاص. عشان كده الطفل اللي بيموت قبل معمودية المية عمره ما هيهلك. الرب يهب الروح القدس بحسب رحمته وينال معمودية الروح القدس ويدخل الملكوت بدم يسوع المسيح. زي بالظبط الروح القدس الذي أعطي ليوحنا المعمدان وهو طفل بطن أمه. الآباء والأمهات اللي بيقلقوا لما طفل رضيع يموت ما يكونش ينال الملكوت أو نال الخلاص علشان ما تعمدش بالمية، المفروض ما يقلقوش، لأن يسوع نفسه قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الإله. قبل أن تتحول معمودية المية إلى طقس كنسي والمية الجارية تحولت إلى جرن، كثير من أباء الكنيسة الأولى ما كانوش بيهتموا بفكرة معمودية الأطفال. كثير من أباء الكنيسة مثل يوحنا الذهبي الفم مثلا ما تعمدش وهو طفل، استنى حوالي 20 سنة أو 22 سنة عشان يتعمد ما بين عامي 367 ميلادية و 370 ميلادية، والكلام ده هتلاقوه في كل المواقع حتى القبطية. الأمر تحول دلوقتي إلى طقس، فتحول الفكر كله إلى فكر فاعلية الماء وفاعلية الطقس وأهمية الطقس، وصارت الثقة في الطقس نفسه مش في شخص يسوع المسيح. اللي احنا بننال الخلاص بالإيمان بشخص يسوع المسيح، هو الذي يمنحنا الخلاص، عشان كده هو اللي بيعمدنا بالروح القدس. اللص اليمين لم يحتاج أن يعتمد بالماء علشان يخلص، كان يحتاج فقط إلى كلمة من الرب يسوع اليوم تكون معك في الفردوس وبها دخل الملكوت. فما فيش داعي نقلق، لأن الثقة بتاعتنا مش في القسيس ولا في الطقس ولا في الطايفة ولا في المية، الثقة بتاعتنا في الرب يسوع المسيح وحده له كل المجد. في نفس الوقت لو احنا عندنا أطفال أصحاء صغيرين مش لازم يكبروا ويفهموا عشان يؤمنوا عشان يتعمدوا. معمودية المية دي عبارة عن زي ما قلت قبل كده طلب من الآباء إن هم بيطلبوا لأطفالهم حماية إلهية وعضوية في الكنيسة. الفلك نوح كان يحوي بهائم وحيوانات، هل البهائم والحيوانات اللي كانت في جوه فلك نوح التي خلصت بالماء ومن خلال فلك نوح هل كانت مؤمنة بالرب يهوى؟ من آمن واعتمد بالروح القدس خلص. الآب السماوي عطانا وعد من خلال الرب يسوع قال لنا
الآب السماوي يعطي الروح القدس لمن يسألونه، وسيسكن الروح القدس داخلك وستصبح هيكلا للروح القدس لمجد الآب بقوة ونعمة الابن. لهم كل المجد والكرامة من الآن وللأبد، آمين.